مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. كنا سمعنا عن الكورونا فيروس، الناس الآن عم بتحضر الكورونا فيروس. في كندا هون وزيرة الصحة أعلنت إنه لازم نعمل ستوك في البيت لشغلات ما بتخرب لمدة لا تقل عن شهر، بحيث إنه لا سمح الله صار في لوك داون للواحد مرض أو إشي، يكون عنده أكل بكفي لمدة شهر. رايحين على كوسكو اليوم نتبضى عن بعض الشغلات، حورجيكم بعض الشغلات اللي ممكن تشتروها. خليكم معنا. طبعا أنا ما بدعو للبانيكينج والتخوف الكبير، بس لازم تكونوا حذرين. احتياط واجب. شوفوا عم بنظفوا كل اشي بالتنظيف تعقيم. طبعا هذا الحكي ما كان في كوسكو قبل هيك، انه يحطوا هذه طبات التعقيم. It's a good thing انك تعقم شو اسمه. طبعا الزيت مهم انكم تاخذوه وتخزنوا منه، ما بخرب وبضله فتره طويله. هذا زيت زيتون 16، رخيص جدا، 3 لتر. واللي بيحكي انه كوسكو فاضي ومش عارف ايش، هاي مليان. ما بعرف ليش جابوا هذه الاشاعه. الصلصه هاي والمايونيز، هاي الشغلات كلها ما بتخرب. المعلبات مثلا الزيتون والشغلات اللي زي هيك برضه ممكن تخلوها ما بتخرب. الرز مهم جدا انكم تجيبوا منه. زي ما تشايفين يعني مليان الحمد لله. هذه الشغلات كلها المعكرونة ممكن تاخذوا منها برضو بتكفيكم. معلبات صلصة البندورة، طحين من اهم الشغلات اللي لازم تجيبوا منها. السكر طبعا، مستلزمات الأطفال خاصة اللي عندهم أطفال صغار زي الحليب والشغلات اللي زي هيك. دينر كرافت هاي سريعة التحضير وجيدة. النودلز برضو كويسة. المعلبات بشكل عام زي ما انتم شايفين هون، فاصوليا، فول، هاي كلها كويسة ممكن تستفيدوا منها. هذا الذرة، السردين والتونة بشكل عام برضو كويسة ممكن. طبعا يعني هذا القسم معجون اسنان، بتقدر تعيش بدون معجون اسنان، بدون شفرات حلاقه ما عندك مشكله هون، يعني بدون شامبو بتقدر تعيش. فهاي الشغلات مش مهمه، بس الصابون مهم. خافضات الحراره اللي هم زي الادفيل والتاينانول مهمين جدا. الفيتامينات بشكل عام بحبذ انه يكون كلكم عندكم فيتامينز، خاصه مالتي فيتامين، حتى فيتامين سي هذا مهم جدا للمناعة، بقوي المناعة. والزنك مهم جدا. طبعا المثلجات بشكل عام هاي بتاخذ مكان كتير بالفريزر، فما حتقدر تستفيد منها لمدة طويلة. فعشان هيك الأفضل انك تحاول ما تجيب منها كتير، إلا إذا عندك فريزر كبير تحفظ فيه هاي الشغلات. طبعا القهوة مرة ما بتخرب، إذا كنت من محبين القهوة خد لك شوية. الكورن فليكس كويس، يعني هذا شغلة سريعة هيك ممكن تحضرها وما بتخرب. العصير برضو هذا جيد. البينات باتر هاي كويس كتير، بتعطي طاقة. وفي الهازلنوت باتر برضو سبريد، هذول كويسين كتير. طبعا ما بحبذ النوتيلا لأنها مش كويسة، هذا نوع ثاني من العسل. كويس ممكن تأخذ منه خاصة للمنزل، يعني بعطيكوا طاقة بدل السكر. هذا للأطفال برضو إذا حابين مدة طويلة. البانكيك الباودر هذا ممكن بكل سهولة تحضره مع شوية مية أو حليب وتسويه للأطفال الصبح.
طبعا اذا عندكم حيوانات مهم جدا انكم تاخذوا لهم اكل كمان تخلوه عندكم، لانه معظم الحيوانات خاصه في كندا بطعموهم طعم خاص، فصعب انك تطعمي اكل المنزل الا اذا بوكل معك نفس الاكل. طبعا هاي الصويا ميلك والميلك تبع الالموند ما بيخربوا برضه، ممكن تحفظهم لمده طويله وجيدين بدل الحليب، لان الحليب صعب انك تحفظه. طبعا هذا المكان بشكل عام الخضار والفواكه ما بتقدر تخزنها، العصائر ممكن تاخذ لك شويه اذا بدك، خاصه الشغلات اللي ما بتخرب. اما الفواكه والخضار هذاك القسم صعب جدا. طبعا احنا هلا في قسم اللحوم، هاي برضه نفس الشيء ما بتقدر تخزنها على الفاضي، افضل ما تاخذ منها. الخبز والمعجنات طبعا عالم اخر، لانه برضه بدها فتره طويله عشان تحفظها، فتاخذ منها بدها مكان. الافضل زي ما حكينا تاخذ قمح طحين وتعمل منه الخبز بوقته. طبعا بهذا القسم المعقمات مهمه جدا. هذا اللايسول معقم جيد بقتل البكتيريا، وفي البايناسول برضه اللي هو زي الديتول في بلادنا بعقم. طبعا البطاريات مهمه جدا، خاصه المقاس الصغير والوسط، لانه بتحتاجها كثير خاصه في المنزل اذا عندك اي شيء، ف يعني بحبذ انك تاخذ منها. الباور بارز او هذه البروتين بارز كويس كثير، بتعطي قوه، وممكن يعني هيك في انواع كثير، بديش احكي عن اي نوع حسب انت شو بتحب. هذا بروتين بار مثلا، هاي الشغلات اللي للاطفال السناكس برضو بتطول، فممكن تاخذ منها لانه ما راح تخرب، وبشكل عام بتعطي طاقه للاطفال وهم جالسين، وشويه شوجر. الناتس طبعا الناتس مهمه جدا، بتعطي طاقة وبتعطي بروتين، في مملح وغير مملح. إذا نحكي احنا بالصيدلية إذا عندكم أدوية مثلا أدوية سكر ضغط، برضو حاولوا انكم تعملوا ستوك منها لمدة لا تقل عن أسبوعين إن كيس صار أي شيء، بعدين تقدروا تطلبوها من الصيدلية. ورجيناكم شو الشغلات اللي لازم تجيبوها. مرة ثانية بحكي فيش داعي للبانيكينج، لأنه الموضوع مش معقد وإن شاء الله ما يوصلنا، لكن في أي حال من الأحوال ما وصلنا إن شاء الله رب العالمين راح نأكل الشغلات اللي شريناها. سلام، أعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل